لابد أن يكون هناك دوافع لزواج القاصرة، يعني أهم هذه الدوافع بتكون العلاقات العائلية، حيث يكون أن هذه الفتاة هناك انفصال فيما بين والدها ووالدتها، وممكن بتكون أنها يعني هي تسكن أو تعيش مع أحد أقربائها، فبهذه الحالة أن زواجها أفضل من أن تبقى في بيت أحد أقاربها ويكون لها بيت مستقل. بالنسبة أنه للبنات أنه بعدهم صغار لسه يعني مش شايفين إشي من الدنيا، طيب ماشي تجوزوا مش حرام؟ طيب صغيرة بدها تمشي مع جوزها قد الدنيا ويعني أولاد صغار وهي، طب بطنها قدامها، طب شو بالنسبة وهي صغيرة؟ بنت يعني جاهلة يعني ما بتفهمش ولا إشي، كيف بدها تتجوز، كيف بدها تفتح بيت، كيف بدها يعني أمور كثير، يعني الواحد يعني ما بتفهمها هي. تجربة يعني شفناها بعيننا، عندنا قريبة من نفس الحي، بصير مشاكل، بنت صغيرة ما بتستوعب، ما بركب مخها على الزلمة الأكبر منها، على الشاب يعني إجمالا، فراح تصير مشاكل بيناتهم. السن لازم يرفعوا له 20 18 أقل إشي، يعني شو 16 سنة ولا 15، لسه طفلة لسه بتدرس، فهذا الحكي ما بزبط. يعني أنا مع أنه يكون العمر الأدنى يعني أو العمر القانوني للزواج هو 18، تمام؟ يعني 18 أول إشي الفتاة بتكون خلصت مدرسة نوعا ما، بتكون يمكن قطعت شوي يعني خلصت دراستها، أخذت الشهادة اللي هي المفروض تكون يعني خلينا نحكي اللي هي أدنى الشهادات العلمية اللي تكون معها اللي هي توجيهي، حتى تقدر بعدين إنها تكون مسؤولة عن بيت، عن زوج، عن أطفال. والله أنا برأيي إنه أنا مع زواج القاصرات، لأنه إحنا عدم المؤاخذة إحنا صرنا ب 2019، البنت ما شاء الله صارت تعرف شو في يعني انت فاهم علي، يعني خلاص الواحد يعني برايي انا زواج القاصرات ممتاز جدا. يعني اول شيء انها بتكبر مع زوجها، بتاخذ عادات وتقاليد وزي هيك، بتعلم منها بتعلم منه، بيكبروا مع بعض، احسن ما هي لما تكبر تكون متفتحه شيء ثاني، تروح على بيت ما بتعرف ايش قدام، يعني الباقي عندك، بس انا مع زواج القاصرات. الموضوع بشكل عام انه حرام، يعني لسه قاصر طفل صغير هاي بتعيش حياتها، يعني انت عم تشوف هلا المشاكل اصلا حتى الكبار لما يتزوجوا مشاكل، فما بالك يعني بنت قاصر لسه طفله مخها باللعب بالحياه تعيش حياتها، فهذا حرام بالنسبه لي، يعني حرام. انا معلمه بدرس، بتيجي علي بنت فبتعاني من هذا الشيء، تزوجت وهي صغيره وهلا عمرها 21 سنه ورجعت تتعلم، فحكت التعليم اهم لسه من الزواج، يعني اتطلقت كان مخدرات هو بيشربوا هيك فطلقت وعندها ولد هلا. تكون البنت يعني مش مكتبل يعني عندها يعني لا العكر ولا الاخلاق ولا شيء، فالزواج في سن العشرين 22 افضل بكثير، فهي بتكون يعني مش متعلمه مش مثقفه، بتكون يعني غير مؤهله للزواج، البنت صغيره.